بهالاسبوع الأسبوع مع بوب ميكانيك حنسلط الضوء على مشكلة تقريبا بتصير كارن معنا كلنا. مزبوط، مين منا ما حميت معه السيارة وعلى القليلة حميت مرة واحدة، لما نحط مي على الراديتر ومي بالسيارة على أساس بتحل المشكلة، بأغلب الأوقات ولي القصص بنعملهم وما بنعرف ليه. بوب عنده الأجوبة، خليكم معنا. في شغلة هي مشكلة مشتركة بين أكترية الناس وبين كل السيارات موجودة بتصير مع كل الناس، هي الحرارة. هلا أبواب صيفية وعشقة سير مثل اليوم كوارث، احتمالات الحرارة بتصير كثير عالية. سيارة بتحمى من عدة أشياء، فيها تكون تحمى من سبب صغير، مروحة واقفة، فيوز المروحة مش مزبوط، خاصة بالعربيات يلي عتيقة شوية اللي هي أكتر شيء موجودة عندنا بالبلد اليوم. فيها كمان تكون ناقصة ميتها، فيها تكون فاضية من المي. وفي شغلة مهمة كثير، وقت الواحد يكون فاضي من المي ما بتعلم يكون حرارة، انتبهوا. هي شغلة كل الناس بتوقع فيها هالمشكل، إنه العربية بتكون فاضية من المي بيوصل بقول ما علمت لي حرارة لك، أكيد ما راح تعلم لك حرارة، لأنه حساس الحرارة تنحكيها بالعربي هي صوت بتقيس حرارة المي، إذا ما في مي شو بدها تقيس؟ من شان هيك ما بتعرف. لهالشغلة أكترية صانعين السيارات عملوا كولنت ليفل انديكيتر، يعني بيقول لك قديش قديه في مي بقلب السياره، اذا ناقصه بضوي لك دغري، يعني ما تخاف انه عربيتي حميت بس ما فيها مي، اذا ضوي لك الانديكيتر يعني في مي، اذا ما ضوي يعني فيها مي بس عم تحمى، في غير مشكل لازم نلبش عليه. هيدي سياره مثلا انجليزيه جاكوار، هي علبه المي هون، كمان لها ليفل انديكيتر فيها بتقول لك قديه فيها مي. مشاكل عده احتمالات بالحراره، فيها تكون من مثل ما عم بقول لك فيوز، لا تكون رايح فيها كلاس، لا تكون مسدود اشابمون، لا تكون بنزينها مش مظبوط، لا تكون عده اشياء كله بخليها تكون فيها حراره. راديتور شغله كثير مهمه، راديتور هو يلي المي بتمرق بقلبه لتتبرد، لتفضي حرارتها بالهواء، الهواء بيمرق بالراديتور، المي بتمرق بقلب الراديتور بمحل ثاني بيحتكوا، المي بتحتك بالالومنيوم، الالومنيوم بيحتك بالهواء بفضي حرارته. المروحه بتساعده، دبرياج المروحه حسب السياره، في سيارات لها دبرياج مروحه، في سيارات لها مروحه كهربائيه. يعني شغله بده يكون الواحد يطول باله، بس في شغله وقت تحمى معكم السياره وبدكم توصلوا لاقرب محل، فيكم بكثير طريقه سهله ما تفتحوا السياره، ما تفتحوا المي مشان ما تعوروا حالكم، لانه في اوقات بتكون المي كثير حاميه، بيفتحوا الغطاء بتطلع المي فيهم بتحرقهم، وعم بتصير كثير. كبوا مي على الراديتور، سمبلي برد الراديتور. وقت برد الراديتور بيرجع بياخذك 200 300 متر بوصلك لحل ما انت راضي. حياتنا لهالاسبوع حنعمل جوله عن معرض نيويورك الدولي، هالمعرض دائما عم بيقدم فيه سيارات جديده وسيارات مميزه، هاليوم حنركز كثير على سيارات، اهم السيارات اللي تقدمت بهالمعرض. منهم الجاكوار اكس اف اللي عملوا هالسياره سيدان لتنافس الاودي اسيس، البي ام دبليو 35، و اكيد مرسيدس اي كلاس. مرسيدس الاي كلاس. هالسيارة مزودة بمحرك من 6 اسوانات سعة 3 لتر مع سوبر تشارج بيولد 360 حصان، وايضا في محرك بيوصل ل 380 حصان، وهالسيارة مزودة بعلبة روس اوتوماتيكية من 8 نسب امامية. وهلا حنشوف الجي ال اي من مرسيدس اللي سبق وحكينا عنها بحلقاتنا السابقة، وحنشوف الطراز الجديد اللي نزلوه بمعرض نيويورك. كارن هالسيارة تحت اسم جي ال اي، هي اللي كانت ام ال، واليوم الجي ال اي الكوب اللي سبقناه بالحرقة هو اللي حيكون نفس الاكس 6، يعني اليوم جي ال اي بطل فيه اللغو اسم ام ال، اليوم جي ال اي على طراز الكوبي وطراز اكيد الاس يو في المتواضع العادي. لهون بتكون وصلت حلقتنا لنهايتها، موعدنا بتجدد اسبوع المقبل بنفس الوقت. اللي ما حضر الحلقه بكاملها وحابب يرجع يحضرها في فوت على فيوتشر تي في نتورك او على يوتيوب. باي.